السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناة سهام أم موسى. اليوم إن شاء الله غادي نقدم معكم الخرشوف، هو ده أو القنارية، المهم كل واحد أشنو كيقول ليها. كي شتو دابا هنايا عندي هنايا ربطة ديال الخرشوف، بعد ما نقيتها خديتها ونقيتها وغسلتها بالحامض. هانتوما كي كتشوفوا كنحاول نغسلوها مزيان بالحامض وننقيوها حتى كترجع فيها داك، ممكن تحيح انت راها كتطلق شويه الكحوليه، يعني حتى اليدين ملي كتنقي بهم الخرشوف كيوليو زرقين، يعني ضروري خصنا نديروا لها الحامض، ومن بعد الحامض عاوتاني كنغسلوها حتى كتولي لنا هكا. عندي هنا واحد الكميه ديال اللحم، عندي هنا بصله، عندي هنا الثومه بزايد واحد 6 ديال الدروس ديال الثومه. بالنسبه للخرشوف كتواتى معاه الثومه كيجي لذيذ. بالنسبه للعطريه او التوابل، عندي هنا الزنجبيل او سكينجبيل، عندي هنا الملح، عندي هنايا الخرقوم، عندي الابزار، عندي الزيت، زيت الزيتون ولا زيت المائده ماشي مشكل. كنبداو بسم الله على بركه الله. كناخذوا الكوكوط ديالنا، هاي عندي غندير فيها داك اللحم وغنشرب فيها البصلة. بالنسبه للبصله كنشلضوها رقيقه حيت الطياب كتكون فيه بحال الخرشوف بحال شي حاجه بحال هكا اللي كتكون من غير المقلي. المهم المقلي هو اللي كدير فيه البصله، كدير فيه مشنفه ولا مشلضه كبيره، ولكن الطياب بحال الخرشوف بحال هكا كنديروا نحاولوا نديروا البصله تكون شويه رقيقه باش ما كتجيش باينه. وبالنسبه للخرشوف راه هذا هو الوقت ديالو كيكون موجود، هو في الشتاء وقت الخريف. بالنسبه للخرشوف كيجي رائع 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 بزاف. انا الاكله المفضله عندي يعني كان اللي كنحماق عليها عزيزه عليا بزاف، يعني كنا كنبغيوها هي الخرشوف. وبالنسبه هو مزيان حتى لاصحاب السكري حتى هما ياكلوه ملي كيكون متواجد بكثره وكيكون الوقت ديالو، من الاحسن يستغلوه وياخذوه يطيبوه لانه مزيان هو لاصحاب السكري، ومزيان حتى لصحاب الحيمياء حيت هو ما فيش نشويات ولا بحال الشكل ديال البطاطا ولا خيزو ولا يعني داك كتكون فيه واحد الشويه ديال المروريه ماشي بزاف غير شويه. علاش حنا كنديروا له الحامض؟ باش كيتهرس، باش هذيك المروريه كتهرس، كيدار له الحامض باش كتهرس داك المروريه. هذيك المروريه هذيك هي اللي مزيانه لاصحاب السكري. دابا كناخذ الثومه، الثومه يعني كنصحكم بها، يعني كثروها كتجي زوينه كتجي لذيذه في الخرشوف. هي كل واحد اشنو كيقول لي. حنا بالنسبه لينا فاس الخرشوف عندنا هو هذاك اللي كيكون فيه داك الشوك، دوك الاشواك اللي كيكونوا هنا في الجنب، وهذه كنقولوا لها القناريه، ولكن هنا بالنسبه للدار البيضاء كيقولوا لها الخرشوف. المهم كل واحد الطريقه ديال الهضره شنو كيقول الحاجه كل واحد وشنو. صافي هنا كنديروا هاد الكميه ديال الثومه، ترجمة
قلت لكم الثومه كتجي لذيذه، يعني كل ما كثر هي الثومه في الطياب كله، ماشي كاع الطياب، ماشي كاع الطياب كتكون فيه الثومه، يعني بالنسبه للطياب اللي كتكون فيها في الثومه بحال الشرميله بحال بزاف ديال الحوايج اللي كتكون فيهم الثومه، كل ما كثرتيها كتجي زوينه وكتعطي واحد النكهه زوينه والطياب كيجي لذيذ وزوينه. الثومه صحيه ماشي زعما من غير هادشي كله، الثومه صحيه فيها فوائد كثيره. صافي دابا غادي ندير العطريه، بالنسبه للعطريه غادي ندير الخرقوم او الكركم، كندير غير شويه ديال الابزار، ما كان بالنسبه للابزار ما كنكثرش منه بزاف، هي كتجي على مذاق الزنجبيل كتجي زوينه وكتجي حتى مع الدجاج، يعني بالنسبه للعطريه اللي كندير دابا في اللحم يمكن لكم ديروها حتى في الدجاج، حتى في الدجاج كتجي رائعه وكتجي لذيذه. ثم الملح كيبقى ديما على حسب الطوق، شويه الملحه. وبالنسبه للزيت، الزيت ملي كيكون اللحم ملي كيكون اللحم فيه الشحمه او طريفه ديال الشحمه، من الاحسن ما ديروش من الاحسن ديروا الزيت غير شويه، حيت هذيك الشحمه كتطلق الندام ديالها. صافي بركه، غندير هذه الكميه غنكتفي بها. بالنسبه لهنا غندير واحد الكويس ديال الماء فين غادي تقل هذيك المريقه، صافي وغادي نخليها تتقلى، من بعد ما تتقلى غادي نرجع معاكم. من بعد ما كنحلو على الطنجره كنلقاو اللحم ديالنا، هو دابا باقي لواحد الشويه يعني تقرص، باقي واحد الشويه طيب، ولكن دابا غادي نديرو فوق الخرشوف، وغندير الخرشوف لتحت وغنخليه يطيب على خاطر دابا باش غادي يكمل الطياب مع الخرشوف. دابا حيدت اللحم وغادي نبدا ندير في الخرشوف، صافي دابا غادي نزيد الماء الكافي اللي غادي يطيب لي فيه هذيك القناريه او الخرشوف. من بعد ما درت الخرشوف داك وزدت الماء اللي غيكفيني باش يطيب، هانتوما كتشوفوا عند القناريه كتشد حتى يشوي يطيب، وغادي ندير هذا اللحم من الفوق. علاش درته من الفوق؟ حيت هو اصلا راه طايب، قالوا غير واحد الشويه باش غيجي هو القناريه هو هذاك في الطياب. صافي دابا غادي نقفل عليها، من بعد ما يطيب ارجع معاكم. هنا من بعد ما طاب لينا هذاك اللحم غادي نقلبه معاكم، هانتوما بعد ما حليت على الكوكوط يعني لقيت هيا دي الخرشوف طابت او القناريه طابت، هيا دي اللحم ها هو حتى هو طاب، يعني جاو بجوج قد قد. صافي دابا طاب جاهز.